لما اتخرجت سنة 2004 وخلصت جيش، لما جيت اروح اول انترفيو في حياتي سنة 2006، كان في 22 فاكر كويس قوي، كان 22 ابريل 2006. فالشركة اللي انا رحت اقدم فيها كان ريفرس انجينيرنج، فقاعدين كده قاعدين مهندسين كلهم كده قطعة واحدة، وكان قاعد جنبي اثنين مهندسين من احدى الجامعات الخاصة. انا هنزل تحت عشان ما اقعدش تاني، ماشي؟ لو جيت اطلع فكروني ما اطلعش، ده مبدئيا يعني. فكان قاعد جنبي اثنين مهندسين كده من احدى الكليات الخاصة يعني. فكان زمان كده عندنا فكرة ان الجامعات الخاصة دي بتاعت الناس اللي ايه؟ اللي معاهم فلوس، واللي عايز يبقى مهندس بالايه؟ بفلوسه يعني. للاسف يعني كنت فاهم غلط، والكلام ده اتغير بعد كده. بس هنقول ليه؟ المهم انا قاعد جنبهم، فانا بقى ايه؟ انا قاعد شايف نفسي كده. الحمد لله بفضل الله عز وجل انا كنت من الاوائل بتوع الكلية بتاعتي. فلما قاعد حاطط رجلي على رجلي ان انا ايه؟ كده كده هقبل يعني. انا بس جاي فاهم كده على الايه؟ هناخد كام؟ الفلوس الله يكرمك كويس جدا. شوف هنقبض كام والحاجات دي كلها كده يعني. فبدأت هما الاثنين اللي جنبي كلهم كليه واحده فعارفين بعض فعاملين دردشه، يقولوا احنا عملنا جراديويشن بروجكت كذا وجبنا كذا من بره ونفذنا الحاجه الفلانيه، بعدين الكيت الفلانيه ما كانتش موجوده فروحنا عملنا كذا بديل ليها وصنعنا. فانا قاعد فكانت النتيجه ان انا بدات افتح بوقي، انا ما عملتش الحاجات دي قبل كده وانا ما اعرفش اعمل اللي هما بيقولوا عليه ده. فاكتشفت ان انا لا، هي مش الفكره ان انت تبقى دارس وخلاص، لا ده فيه شوية حاجات إضافية المفروض سكيلز تكون عندك، شوية نوليدج تكون عندك إضافية عشان تقدر تكمبيت في السوق بتاع العمل بعد كده.